أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث. طيب، قال أقسام الماء ثلاثة، وهذا مشهور عند أهل العلم أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. قسم يعني هذا التقسيم لأجل ماذا؟ قال لأن الماء لا يخلو من ثلاثة أمور. الماء لا يخلو من ثلاثة أمور: ماء يمكن أن نزيل به الحدث، وماء لا يمكن أن نزيل به الحدث، وهذا الماء الذي لا يمكن أن نزيل به الحدث ينقسم إلى قسمين: إلى طاهر وإلى نجس. ومن ذلك قسم كثير من أهل العلم الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور يجوز شربه ويجوز الوضوء به ورفع الحدث به. الثاني ماء طاهر يجوز شربه ولا يرفع الحدث، لا يجوز رفع الحدث به. والقسم الثالث هو الماء النجس. ومن أهل العلم من جعل الماء قسمين: إما طاهر وإما نجس، وقال كل ماء طاهر فهو طهور، فلم يفرق في الماء بين الطاهر والطهور، فيقول كل ما جاز شربه من الماء يجوز الوضوء به، فلا يفرق بين الطاهر والطهور. المشهور في مذهب أحمد وعند أكثر أهل العلم أنهم يجعلون الماء ثلاثة أقسام: طاهر طهور، وطاهر غير طهور، ونجس. ثم ذكر القسم الأول، قال وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور، هذا الأول، وهو طاهر طهور يجوز الوضوء به ورفع الحدث به. قال وهو الباقي على خلقته، يعني لم يتأثر بشيء آخر، ما كما الماء الذي ينزل من السماء مثلا أو غيره، ماء باق على خلقته. قال يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث يعني يتوضأ به أو يغتسل به، يرفع الحدث، ويزيل الخبث من باب أولى، إذا كان يرفع الحدث إذن يزيل الخبث، يعني يجوز الاستنجاء به. إذن هذا الماء وهو الطهور يمكن أن نستنجي به نزيل القذارة، ويمكن أن نتوضأ به فنرفع به الحدث. ثم جعله أربعة أنواع. قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، مع أنه طهور، ماء طهور، الآن هو يتكلم عن الماء الطهور. قال حتى هذا الماء الطهور هناك ماء يحرم استعماله وبالتالي لا يرفع الحدث، مع أنه طهور لا يرفع الحدث لكنه يمكن أن يزيل الخبث. قال هو الماء غير المباح، الماء غير المباح كالماء المسروق أو الماء المغصوب، يعني حق الآخرين، حق الناس، يعني يقول ما لا يجوز أن تسرق ماء من شخص أو تغتصب. والفرق بين السرقة والغصب أن الغصب فيه قهر للإنسان، تأخذه أمام عينيه، بينما السرقة اختلاس، يختلسه ويهرب به. فالقصد سواء هذا الماء كان مسروقا أو مغصوبا، قال لا يجوز لك أن تتوضأ به لأنه ليس حقا لك، هذا ماء الغير، حق الغير، فلا يجوز لك أن تتوضأ به، فإن توضأت به لا يرفع الحدث من هذا الباب، لا لأجل الماء ولكن للطريقة التي استولى بها على الماء. إذن هو الماء طهور في حد ذاته، إذن لو استعمله صاحبه ارتفع الحدث، لو أعطاك صاحبه وهبك إياه ارتفع الحدث. إذن الإشكالية ليست في الماء ولكن في الطريقة التي تحصل بها على الماء، طريقة الغصب أو السرقة، لذا قال لا يرتفع الحدث به لهذا السبب. قال لكن يزول الخبث، لأن إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية كما قلنا قبل قليل، لو غيرك أزال الخبث جاز وزال الخبث بذلك، أما الوضوء والغسل هذا يحتاج إلى نية، وهنا كيف تنوي بماء محرم عليك أصلا مغصوب من قبل غيرك. إذن القضية الماء الأول أو النوع الأول من الأنواع الأربعة، وهو ماء طهور ولكنه المشكلة في طريقة الوصول إلى هذا الماء وهو بالغصب أو السرقة، فلا
يرتفع الحدث بذلك. قال وهو ما ليس مباحا. قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من حدث. يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث البالغ ولا الخنثى. الخنثى هو الذي ليس ذكرا ولا أنثى. الآن الناس إما رجل وإما أنثى، الناس إما رجل وإما أنثى. هناك بعض المواليد يكون خنثى وهو الذي تشترك فيه صفات الرجولة وصفات الأنوثة، يعني فيه صفات ذكورية وفيه صفات أنثوية، فيقال له خنثى، يقال له تسمية العلماء له خنثى. يعني تلقى رجل لكن صوته صوت النساء، يظهر له صدر بارز كالنساء، أو امرأة يظهر لها شنب أو يعني صوتها كصوت الرجال، أو لا يظهر لها صدر، فتكون يعني الخلقة بين الرجل وبين الأنثى، ويسمى إيش؟ خنثى، يسمى خنثى عند أهل العلم. وهذه الخنثى تنقسم إلى ثلاثة أنواع. الخنثى عند أهل العلم ثلاثة أنواع: خنثى ذكر، وخنثى أنثى، وخنثى مشكل. خنثى ذكر، وخنثى أنثى، وخنثى مشكل. الخنثى الذكر هو الذي تغلب صفات الذكور على صفات الأنوثة، فيقال رجل فيه صفات إناث، رجل فيه صفات الإناث، فيقال له خنثى ذكر. الخنثى الأنثى امرأة فيها صفات ذكورية، امرأة فيها صفات ذكورية، فيقال خنثى أنثى. الخنثى المشكل الذي لا يستطيع الطبيب أن يجزم هل هو ذكر أو أنثى، هل هو ذكر أو أنثى، للتعادل تقريبا بين الصفات، وأحيانا يكون له فرج وذكر، فرج أنثى وذكر رجل، فيسمونه خنثى مشكل. وهذه حالات نادرة، لكن أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى لما مرت عليهم هذه الحالات صنفوها، فقالوا خنثى ذكر، وخنثى أنثى، وخنثى مشكل. هنا لأن الخنثى يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، يعني غلب جانب الحظر وجعله مع الذكر، فقال ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من حدث. هذه تقريبا تعتبر من مفردات مذهب أحمد، من مفردات مذهب أحمد، خالفهم فيها الجمهور، أو خالفهم فيها الجمهور، الجمهور على خلاف مذهب أحمد في هذه. هذه من مسائل الإمام أحمد التي انفرد بها المذهب، وهي إذا امرأة توضأت بماء لوحدها، وليس المقصود خلت أغلقت الباب ولم يرها أحد، لا، خلت يعني استفردت بهذا الماء، وكان لرفع حدث، يعني ليس لتجديد وضوء. يعني لو كانت المرأة أصلا على وضوء ثم أتيناها بطشت أو طشت هذا فيه الماء، فصارت تتوضأ من هذا الطشت، طيب، تتوضأ من هذا الماء وهي أصلا على وضوء، وإنما هذه يسمى إيش؟ تجديد، تجديد للوضوء. مثل أنت الآن صليت المغرب وأنت على طهارة، لما أذن العشاء ذهبت وتوضأت، نقول لك لماذا؟ هل انتقض وضوءك؟ تقول لا، ما انتقض وضوءك. إذا لماذا توضأت؟ تقول تجديد للوضوء، اتباعا للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة مع أنه ما انتقض وضوء، هذه سنة تغيب على الكثيرين للأسف، وهي تجديد الوضوء لكل صلاة، حتى لو لم يعني ينتقض الوضوء، وكان النبي يحرص عليها كثيرا، حتى إن عمر بن الخطاب استغرب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 فروض بوضوء واحد، صلى 5 فروض بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيء ما رأيت تصنعه أبدا، لأن كان يرى النبي يتوضأ لكل صلاة. قال ما رأيت، قال عمدا فعلته يا عمر، يعني حتى يعلم الناس أن الدين يسر، وأن الإنسان طالما أنه على وضوء لا يلزمه أن يجدد وضوءه، لكن من أراد الأجر، من أراد السنة، يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل، هذا الذي يريد الأجر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ العبد فمضمض واستشخر الخطايا
من فمه، فإذا استنشق خرجت خطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت خطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يده خرجت خطايا من حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح رأسه وخرج مع آخر قطر الماء، فإذا غسل قدميه خرجت خطايا من القدمين حتى تخرج من تحت أظفاره. أجر عظيم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الوضوء لكل صلاة، فهذه سنة. فالمهم هنا يقول المؤلف إذا كان هذا الوضوء تجديدا ما في مشكلة، يتوضأ به الرجل بعدها، توضأ به الخنثى بعدها، ما في أي مشكلة. لكن الإشكال عنده فيما إذا توضأت به المرأة عن حدث، يعني منتقض وضوءها، يعني نظر إلى المعنى، نظر إلى الأمر المعنوي وهو رفع، مع أن من حيث الجسد لا يختلف شيء بين منتقض وضوءها وغير منتقض وضوءها، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما ظاهر، وإنما فرق معنوي، فرق معنوي، أن هذه محدثة هذه غير محدثة. يقول فإذا توضأت به المرأة عن حدث فإنه لا يجوز له، يعني لا يصح أن يتوضأ به الرجل ولا الخنثى. طيب، وإذا توضأت به المرأة تجديدا، قال ما في أي مشكلة، توضأ به الرجل يتوضأ به الخنثى. طيب، ما الحكمة من هذا؟ قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. قالوا وهذا هو فضل وضوء المرأة الذي تخلو به، ولكن الحديث الذي استدل به الحنابلة له تكملة، نهى يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل، والحديث لا يصح. وبالتالي الصحيح وعليه الجمهور وهو أنه لا مانع أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت به وإن كان في رفع حدث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء قدر بمقبرة، وما اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة، أو سخن بمغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح الماء، أو بما لا يمازجه كتغيره بعود القمالي وقطع الكافور والدهن. طيب، النوع الثالث قال ماء يكره استعماله. يكره يعني ايش؟ يعني يصح استعماله، لكن تركه افضل، اتركه لا تستعمله، لكن لو استعملته يرفع الحدث. احنا ما زلنا نتكلم عن اي ماء؟ الماء الطهور القسم الاول، لان القسم الاول قسمه الى اربعه انواع. قال ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه، اذن اذا احتاج اليه يستعمله بدون كراهة، إذا احتاج إليه يستعمله ولا كراهة، لكن إذا لم يحتاج إليه قالوا لا، يكره أن يستعمله. ما هذا الماء؟ قال ماء بئر بمقبرة. ولما؟ قال لأن هذا البئر يكون تحت الأرض، ونخشى أن يكون وصل إليه شيء من صديد أو المدفونين الأموات، فيكون خالطه شيء من هذا، فلذلك يمنع لهذا السبب. ولكنه كما قلنا يكره، والصحيح أنه لا يكره، لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال وماء اشتد حره أو برده، يعني ماء شديد الحرارة أو ماء شديد البرد. لماذا؟ قال لأنه من السنة إسباغ الوضوء، من السنة إسباغ الوضوء، وإذا كان الماء شديد الحرارة الواحد يعني يريد أن يتخفف، يتوضأ بسرعة حتى لا يؤذيه هذا الماء. وكذلك إذا كان الماء شديد البرودة، في ناس تتيمم، صحيح ولا لا؟ تتيمم لأن الماء إيش؟ بارد. فإذا كان عندك ماء بارد وعندك ماء دافئ، أيهما تستخدم؟ استخدم الدافئ. لماذا؟ حتى تحسن الوضوء، حتى تسبغ الوضوء. وكذلك إذا كان الماء حارا وماء دافئ، تذهب الماء الدافئ لأنه تسبغ الوضوء به. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، لأن إسباغ الوضوء على المكاره ليس مقصودا لذاته، بحيث أن الإنسان يبحث عن المكاره ليسبغ الوضوء، يعني يكون عنده ماء دافئ ويبحث عن ماء حار يقول حتى أسبغ الوضوء على المكاره، هذا ما أمرت به الشريعة أبدا، وإنما هذا يقال في من لا يجد إلا هذا الماء ويريد أن يتوضأ وضوءا حسنا.
هنا يكون الأمر. إذن الماء الذي اشتد حره أو اشتد برده الأولى الابتعاد عنه، يكره أن يتوضأ به لأنه لن يسبغ الوضوء إلا إذا تكلف في ذلك وآذى نفسه وكره ذلك. فلذا لا يتوضأ الإنسان بماء اشتد حره ولا بماء اشتد برده. قال أو سخن بنجاسة أو بمغصوب. نفرق بين الماء المغصوب وبين الماء الذي سخن بمغصوب. يعني الماء غير مغصوب، لكن الحطب الذي سخن به الماء مغصوب، يعني أخذ حطبا مغصوبا، سرقه أو اغتصبه من أناس ثم سخن عليه الماء، الماء ملكه هو أو ماء بحر اللي يكون، لكن سخنه بمغصوب. فهنا الماء ليس هو الماء. هناك لما كان الماء مغصوبا قال إيش؟ يحرم. أما هنا الماء ليس مغصوبا، وإنما المغصوب إيش؟ شيء خارج ماهية الماء، وهو الحطب الذي سخن به الماء. أو مثلا الإنسان يأتي الآن مثلا بالتولة مثلا ويسخن عليها ويسرقها أو يغتصبها ويسخن عليها الماء، كذلك يكره أن يتوضأ بهذا الماء لأنه سخن بمغصوب. أو سخن بنجاسة. سخن بنجاسة يعني أتي بميتة مثلا، ميتة هي، فأحرقها وسخن عليها الماء، أو أتى ببعر وجمعه وضمه إلى بعض ثم بعد ذلك أشعله وسخن عليه الماء. إذن إذا سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب فإنه يكره استعماله، لأن الرائحة إيش؟ ستنتقل إليه، ستنتقل إليه، لكنه ليس بنجس على كل حال، الماء ليس بنجس. نعم. طيب قال أو استعمل في طهارة لم تجب. استعمل في طهارة لم تجب. الآن الماء نوعان، الماء نوعان، ماء استعمل المستعمل، استعمل في طهارة واجبة، استعمل في طهارة لم تجب. ما يستعمل في طهارة واجبة سيأتينا، وهو الذي يسميه أهل العلم أو في المذهب اللي هو الماء الطاهر غير الطهور، سنتكلم عنه، سيأتي الكلام عنه. الآن يتكلم عن ماء استخدم بطهارة غير واجبة، يعني تجديد وضوء. تجديد وضوء، أنت على وضوء الآن ثم وجدت ماء فتوضأت به، جددت وضوءك، هذا الماء لم يتغير، لم تزل تزل طهوريته، ظل طاهرا طهورا لأن استعملت بإيش؟ طهارة غير واجبة. تجديد وضوء، تجديد وضوء. طيب أنا الآن أريد أن أتوضأ به هذا الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب، أريد أن أتوضأ به، قال لا مانع، ولكن إن وجدت ماء لم يستعمل أفضل. يعني يكره استعمال هذا لأنه في النهاية اسمه إيش؟ مستعمل، استعمل في طهارة، استعمل في طهارة. فإن كان في طهارة واجبة سيأتينا الكلام عليه أنه لا يجوز الوضوء به أصلا على المذهب. أما إذا استعمل بطهارة غير واجبة قال يكره أن تستعمله وابحث عن غيره. قال أو في غسل كافر. عندنا غسل كافر وغسل مسلم، ها هذه مشكلة. هذه الآن يقول إذا استعمل الماء في غسل كافر يكره استعماله، وإذا استعمل في غسل مسلم يحرم استعماله. يعني شنو؟ الكافر أحسن من المسلم؟ أطهر من المسلم؟ لا، ليس هكذا قصده. صحيح يفهم من هذا، يعني ممكن أحد يحتاج شو الكلام هذا؟ الحين يستخدم في غسل كافر ويكره، يستعمل في غسل مسلم يحرم؟ مسلم طاهر حيا وميتا، والكافر نجس حيا وميتا، فكيف إذا استعمل في غسل كافر يجوز الوضوء به، وإذا استخدم في غسل مسلم لا يجوز الوضوء به؟ نقول رجعنا إلى المعنى، نحن قلنا طهارة واجبة، غسل المسلم طهارة إيش؟ واجبة، أليس كذلك؟ تغسيل المسلم مستحب ولا مكروه ولا شنو؟ شنو حكم تغسيل المسلم؟ بس واجب ولا فرض على الكفاية؟ فرض. تغسيل المسلم فرض، فرض على إذن طهارة إيش؟ واجبة. طيب إذا حمل معنى أنه استخدم في طهارة، استخدم، بينما غسل كافر لو تغسل 70 مرة يطهر
ما يأثر فيه. غسل الكافر لا يؤثر به، ولذلك قالوا هذا الماء كأنه لم يستعمل أصلا، لأنه ما استعمل في طهارة، لأنه ما يطهر الكافر، ما يطهر الكافر. فلذلك قالوا إنه إذا استعمل في غسل الكافر فإنه لم يتغير أصلا ولم يتأثر، لكن إذا استعمل في طهر مسلم استخدم في طهارة واجبة. كما قلنا قبل قليل، إذا استخدمته المرأة في طهارة واجبة لا يجوز الوضوء به، إذا استخدمته المرأة في طهارة غير واجبة يجوز الوضوء به. صحيح؟ هكذا يقولون. وإن كان في الأمرين الصحيح أنه يجوز الوضوء به حتى لو استخدم في طهارة كما سيأتينا الكلام عليه. طيب، قال: أو تغير بملح مائي. الملح نوعان، ملح مائي وملح معدني. الملح ملحان، ملح مائي وملح معدني. الملح المعدني الذي نضعه الآن في الطعام وكذا مصنع، هذا ملح معدني. الملح المائي هو ماء البحر المالح، هذا ملح مائي الذي يعني مخالط للبحر، مخالط للماء، هذا يسمونه ملح مائي. أما الملح المعدني فهو الذي يفرز بعيدا عن الماء. يقول: أو تغير بملح مائي، يعني إذا تغير بملح مائي يكره الوضوء به، لأن اسمه متغير، اسمه إيش؟ متغير، وخروجا من الخلاف يقول يكره الوضوء به. لكن إذا بملح معدني يقول هذا لا يجوز الوضوء به أصلا، لأن هذا صار إيش؟ يعني تحول عن اسم الماء، تحول عن اسم الماء، خالطه غيره مما يمازجه، فيقولون إذن إذا خالطه ملح معدني هذا لا يجوز الوضوء به، أما إذا خالطه ملح مائي فإنه يجوز الوضوء به ويكره، يجوز الوضوء به ويكره. والصحيح أنه لا يكره لأنه لا دليل على ذلك. قال: أو بما لا يمازجه، كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. يعني تغير هذا الماء بما لا يمازجه، أي لا يخالطه، كالعود القمار، العود اللي هو البخور، البخور هذا العود القماري، قمار مدينة في الهند كان يسمى العود القماري، يعني الذي يأتي من مدينة قمار في الهند، كان يأتيهم في ذلك الوقت هذا العود، يعني من حينها الهند ديرة بخور من ذلك الوقت. طيب، أو قطع الكافور أو الدهن، لأن هذه الأشياء يمكن إيش؟ أن تفرز، يعني ما تخالط الماء بحيث تمازجه، يمكن فرزها عن الماء. طيب، فإذا قال يكره ولا إيش؟ ولا يحرم، لأنه ما زال اسم الماء يستطيع فصله عن هذه الأشياء. على كل حال، جميع ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيما يكره استعماله لا يصدق هذا إلا على ما اشتد حر واشتد برده، لأنه فعلا الإنسان قد لا يأتي بكمال الوضوء في حال اشتداد حر الماء أو اشتداد برده، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. نعم، ماء زمزم كذلك يجوز الوضوء به، ولا يكره الوضوء بماء زمزم، لا يكره الوضوء بماء زمزم، لا بأس إنسان يتوضأ بماء زمزم. لكن قالوا إيش؟ قالوا إكراما لهذا الماء لا تستعمله في إزالة الخبث، إكراما لهذا الماء، إنه ماء مبارك، فإنسان لا يستعمله في إزالة الخبث، إزالة البراز والبول وكذا، لكن في الوضوء لا مانع من أن يستخدم الإنسان ماء زمزم ليتوضأ به. نعم. والنبي توضأ من ماء زمزم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أي على المذهب نعم يكره إذا دخل إكراما لماء زمزم يقولون. نعم. وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المد أو الريح أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. نعم، هذا الآن القسم الرابع من الماء الطهور، القسم الرابع من الماء الطهور، وهو الذي لا يكره استعماله، هذا اللي ايش؟ مسموح الوضوء به ولا يكره استعماله. اذا قال ايش القسم الاول؟ ايش تذكرونه؟ يحرم استعماله. الثاني يحرم على الذكر
والخنثى دون الأنثى، الثالث يكره، الرابع الآن لا يكره، الرابع لا يكره. قال وماء لا يكره استعماله كماء البحر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال أن توضأ منه، قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، فهذا لا يكره الوضوء به، يعني ماء البحر. قال والآبار والعيون والأنهار هذه كلها لا بأس إنسان يتوضأ بها. طيب قال والحمام، الحمام في السابق هو حمام البخار اللي الحين يسمونه، اللي هو حمامات السونا والتنظيف، هذا الحمام، وليس مقصود الحمام اللي هو ما نسميه نحن اليوم الحمام الذي هو الحش، الذي نسميه نحن الحمام اليوم هو كان يسمونه الحش، طيب، أو المكان المرحاض، أو هذا هو الحمام. أما الحمام عند أهل العلم يذكرون الحمام يقصدون الحمامات العامة، الحمامات العامة التي يدخل فيها الناس للتنظف، يدخل فيها الناس للتنظف، هذا الماء ليس بنجس، لكن الحمامات اللي حنا نسميها اليوم حمامات، طيب، فالأمر يختلف. هنا يقصد ماء الحمام اللي هو اللي يتنظف فيها الناس، يقول هذا لا بأس به. قال ولا يكره المسخن بالشمس. هو جاء فيه حديث ضعيف جدا، وهو أن الماء المسخن بالشمس يورث البرص، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد المؤلف أن ينبه إليه أنه لا بأس باستخدام الماء الذي سخن بالشمس. كذلك المتغير بطول المكث لا يكره، الماء اللي هو ماء الخباري مثلا، تشوف الحين الماء اللي في الخبرة بعد مدة تلقى لونه متأثر بالرمل، التراب الذي تحته يكون تأثر به فتلقى اللون خابط، هذا الماء، لكن خابط ليش؟ ليس لأن النجاسة وقعت فيه، وإنما خابط لأنه إيش؟ طول المكث، بطول المكث، فتغير هذا الماء بطول المكث، هذا لا يضر أيضا ولا يكره استعماله ويمكن الوضوء به. أو بالريح من نحو ميتة، يعني تأثر بالرائحة، رائحته نتنة الماء، ليش؟ لأن في ميتات بجانبه، لأن الريحة تنتقل، الريحة تنتقل، فهذا الماء الآن ماء طهور، ما في شيء، ماء خبرة وكذا، لكن خروفية ومات عند الماء. بعد ذلك يا واحد قط خروف ثاني، واحد قط نعجة، واحد قط بعير، واحد قط مدري شنو، تجمعت هذه الميتات بجانب هذا الماء، بجانب وليس وسط الماء وإنها بجانبه، بعد مدة شم ريحة الماء تلقاها إيش؟ دخلت عليها رائحة الميتات، دخلت عليها رائحة الميتات، فرائحته تصير نتنة، لكن هذه الرائحة ليست منه وإنما مما بجانبه، وهي إيش؟ هذه الميتات. ولذا نص أهل العلم أن النجاسة المؤثرة هي التي تكون فيه وليست بجانبه، يسمونها لا تنجس بالمجاورة، لا يتنجس الماء بالمجاورة، وإنما يتنجس بما وقع فيه لا بما جاوره. فهذه الميتات إذا كانت مجاورة للماء فلا تؤثر فيه، ولو كانت رائحته قد تغيرت بسبب هذه النجاسات فإنه يجوز الوضوء به ويجوز شربه. كون الإنسان يكره ما يبي يتوضأ فيه ما كيفه، بس لا ينكر على الناس، لا يقول ما يجوز، يجوز ما فيها شيء، يجوز ما فيها شيء، لكنه لا ينجس، هذا الشاهد لا ينجس وإن كانت تغير رائحته. إحنا الآن القاعدة عندنا أن الماء الطهور هو الذي إيش أو ينجس الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إذا تغير أو تأثر طعمه، أو هو الماء في الأصل لا طعم له ولا لون ولا رائحة، هذا الأصل في الماء لا طعم له ولا لون ولا رائحة، فإذا صار له لون أو طعم أو رائحة ماذا نقول؟ ننظر بماذا تغير، من أين جاءت الرائحة، من أين جاء اللون، من أين جاء الطعم. إذا كان من نجاسة فقالوا لابد أن تكون هذه النجاسة واقعة فيه، فإذا لم تكن واقعة فيه فلا يضر، لا يضر. وهنا الذي أراد أن ينبه عليه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اللي هو بالريح من نحو ميتة، أي أصابته رائحة الميتة فصارت رائحته نتنة لكنه يبقى طهورا ويمكن الوضوء به ولا يضر. قال أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق الشجر ما لم يوضعا، يعني في أشياء لا يمكن يعني أن
تبعد الماء، هي تطلع في الماء أصلا، الطحالب والأوراق الأشجار الريح تدفعها، إذا كانت مثل المستنقعات مثلا الأشجار قريبة جدا تسقط الأوراق داخل، لا تستطيع أن تمنع الماء أن يكون فيه الورق أو الطحلب، لكن أهم شيء لا تصير أنت اللي تقط الأوراق أو أنت تقط الطحالب هذه، وإنما إذا كان هي تنبت فيها أو جاءت بدون عملك أنت بريح أو غيره فهذا ماء طهور لا بأس باستعماله، لكن صار إنسان هو الذي يلقيها هذا عند المذهب أنه يكره استعمال هذا الماء ولا يحرم أيضا. نعم. قال والثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث أو الغسل. طيب، النوع الثاني، النوع الأول الطهور وقسمه إلى أربعة أقسام، الآن انتقل إلى القسم الثاني وهو إيش؟ الطاهر، وقلنا إن بعض أهل العلم لا يرى أن هناك طهور وطاهر، ويرى أن كل طاهر طهور لا يفرق. نعم، قال الثاني طاهر، القسم الثاني من الماء القسم الطاهر، قال يجوز استعماله يعني في شرب أو طبخ أو تنظيف ملابس أو ما في أي مشكلة، استعمله كما تريد، لكن أهم شيء إيش؟ لا ترفع فيه الحدث ولا تزيل به الخبث. الصحيح في إزالة الخبث قلنا أنه المهم أن يزال، المهم أن يزال الخبث ولا يحتاج إلى نية، والصحيح أن الماء الطاهر يزيل الخبث. طيب هل يرفع الحدث؟ هل يرفع الحدث؟ هذه المسألة يعني نناقشها الآن، لكن الآن يريد أن يعرف هذا الماء، قال هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هنا مسألة يجب أن نتنبه إليها، ما هذا؟ ما أي قسم؟ طهور وطاهر، ممتاز. الشاي كيف تصنفه؟ هل هو ماء؟ الشاي ترى كله ماء، بس تحط انت شوية ورق صار شاي، لكن 90% ماء. والقهوة كذلك 90% ماء. طيب هذا الذي يريده هنا، هم يسمون المرق والشاي والقهوة يقول ماء متغير، ماء ايش؟ ماء متغير، تغير بإضافة شيء إليه، فقالوا هذا ماء طاهر لا يجوز الوضوء به. عندكم مشكلة توضب الشاي؟ أكيد كأني شفتك مرة. طيب إذا الإنسان لا يتوضأ بالشاي لماذا؟ ليس بماء. وعلى القول الثاني ماء طاهر غير مطهر، ماء طاهر غير مطهر. طيب إذا كان الشاي خفيف كلش مرة يسمونه غسول، ها يجوز الوضوء به؟ يجوز يجوز. هذا نضحك على بعض الناس، لاحظنا أن الشاي الخفيف هذا نقول هذا يجوز الوضوء به، لا صار خفيف الشاي نقول هذا يجوز الوضوء به، هذا ما هو شاي، هذا ما يحار. طيب المهم أن المؤلف هنا قال ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء أضيف إليه، يقصدون هذه الأشياء، الشاي، الماء، المرق، العصير، كذا، هذه كلها أصل مياه أضيفت إليها أشياء أخرى فخرج عن مسمى الماء، يدخل فيها ماء الورد وماء الزهري وماء اللقاح وهكذا. طيب فهذه يسمونها ماء، ولكن يقول ماء طاهر غير مطهر، ماء طاهر غير مطهر، وهذه لا يختلف فيها أحد من أهل العلم أنه لا يجوز الوضوء بها، الخلاف فقط في التسمية، هذا يسميها ماء وهذا يسميها شاي، هذا يسميها ماء متغيرة يسميها قهوة، هذه يسميها ماء متغيرة يسميها عصير وهكذا، لكن في النهاية الكل متفق أنه لا يجوز الوضوء بها، لا يجوز الوضوء بها. الخلاف في مسألة وهي الماء المستعمل الذي قلناه قبل قليل، الذي استعملته المرأة في طهارة أو استعمل في غسل ميت كما مر بنا قبل قليل، هذا هو يعني فيصل المسألة، والخلاف كله في هذه المسألة، وهو الماء الذي استعمل
في رفع طهارة واجبة، استعمل في طهارة واجبة، سواء كان وضوء، سواء كان غسلا، كان غسل الحي، غسل ميت مسلم، المهم استخدم في طهارة واجبة، استخدم في طهارة واجبة، هذا الذي اختلفوا فيه. فالذي لا يفرق بين أهل العلم بين الماء الطاهر والماء الطهور، عنده الماء المستعمل يجوز الوضوء به لأنه لا فرق. والذي يفرق لأنه يجعل الماء إيش؟ قسمين، إما طاهر وإما نجس، وكل طاهر عنده طهور، ما عنده أي مشكلة في هذه القضية. لكن الذي يفرق ويجعل الماء ثلاثة أقسام، ثم بعد ذلك يحكم على الماء الطاهر غير الطهور بأنه إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يرفع الحدث، يقول بالمنع. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الماء إذا كان طاهرا فهو طهور، إذا كان طاهرا فهو طهور، لأنه لا دليل على هذا التفريق أنه استعمل في طهارة واجبة أو استعمل في طهارة غير واجبة، لأن هذا شيء معنوي، لأن هذا شيء معنوي وهي طهارة واجبة أو طهارة غير واجبة، حتى نفرق فيه بين الماء والماء. قال: فإن زال تغيره بنفسه وعاد إلى طهوريته. إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، يفرقون بين ما زال بنفسه وما أزيل بعمل أحد، لأنه إذا أزيل بعمل أحد كأنه فيه حيلة، كيف الآن الخمر إذا تخللت أو خللت، يفرقون، يقول إذا تخللت بنفسها أي تحولت إلى خل مع المدة، تركت مدة طويلة فتحولت إلى خل، قال تخللت بنفسها إلى خل، خلاص صارت مباحة لأنها مو مسكرة الآن، الخمر محرمة لأنها مسكرة، كل مسكر خمر، فإذا صار غير مسكر زال عنه اسم الخمر، إذا صار غير مسكر زال عنه اسم الخمر. قال لكن إذا خللها الإنسان، قلنا هذا عمل يهود تحايل، أنت حولتها إلى خل، لكن هي إيش؟ هي خمر في الأصل، والأصل في الخمر أنه يجب إيش؟ إتلافها، ولا لا؟ يجب إتلافها، ما يجوز يحتفظ بها ويخللها وكذا، لا، هو يجب إتلافها. ولما نزل تحريم الخمر أتلفوها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا يقول هنا: إذا تحول بنفسه هذا الماء من طاهر إلى طهور بحيث زال عنه ما علق به من الشاي أو من القهوة أو من كذا وكذا وصفى الماء، فهنا يقولون إيش؟ طهورا. مثل الملح، لما قلنا قبل قليل الملح المعدني، الملح المعدني نزل بالأرض أو ذاب في الماء خلاص ما ولا أثر فيه نهائيا، نقول هنا إيش؟ طهر هذا الماء. فالقصد إذن قول المؤلف هنا: فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، هذا الذي قلنا الخلاف فيه بين أهل العلم. نعم. قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو لا لا فيه يلا أي ومن الطاهر ماشي أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. نعم، أيضا من النوع الطاهر غير الطهور، الطاهر الحين الطاهر غير الطهور ولا لا؟ نعم، الطاهر غير الطهور أو غير المطهر. قال: من غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، قال وذلك واجب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده بالإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، إذا نام أحدكم فليغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن احتمال يكون لمس فيها فرجه أو غير ذلك، فيقول أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهنا يشكل بعضهم، يقول وإذا كان يدري أين باتت يده، مثل يكون لاف في إيده مثلا أو لابس قفاز أو إيده مربوطة أصلا، طيب، أو واحد مجاب 24 ساعة وهو نايم قال أنا بتابع إيدك اليوم أبي أشوفها وين تروح، طيب، المهم أنه عرف أين باتت يده وعلم علم اليقين أن يده إيش
لم تلمس نجاسة ولم تلمس الفرج. فهنا يقول عرف أين باتت يده. قالوا لا، هو هناك تقولوا سمعنا وأطعنا، لقد دقق بهالأمور هذه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء. هذه العلة قد تكون وقد لا تكون، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. قد تكون هناك أيضا علة أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنزين، طيب لو نام نوم النهار مثل الضحى، نومة الظهر، قيلولة مثلا كذا. قال لأن قال باتت، والبيات لا يكون إلا ليلا. بعض أهل النظر هذا النظر، قال إنه قال باتت والبيات لا يكون إلا بالليل، فقال فقط نوم الليل، أما نوم النهار لا يضر، وإنما الذي يضر مو يضر لكن يؤثر هو نوم الليل، هو الذي يؤثر. قال حتى يغسلها ثلاثا، فليغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها، والمقصود يغسلها ثلاثا دون أن يدخلها في الإناء. لكن لو فر شال رفع الإناء وصب عليها ما في مانع، لكن لا يدخلها داخل الإناء. لماذا؟ قال سيؤثر في الإناء. وقال بعضهم لا، المعنى أن النبي حتى لا يكره الناس، يعني يشوفونه قاعد من النوم على طول وضع يديه في الإناء، والناس ستستخدم هذا الإناء في شرب أو وضوء أو ما شابه ذلك كذا، وهذا وضع واحد الحين بالله هذا هو نايم وين حاط يده الله أعلم كذا، واضح ولا لا؟ فشي يصير عندهم كراهية في أن يشربوا من هذا الماء، لأنه قد يكون لمس فرجه ثم وضعها فيها. ما بالك إنسان أمامك وضع يده على فرجه ثم وضعها في الإناء بعدين قالك تفضل اشرب، تشرب ها كلش؟ وإذا قال حلفت عليك أيضا لا تشرب. طيب، فهذا هنا حتى لا يؤذي الناس، فيه إيذاء للآخرين، فيه إيذاء للآخرين. أما التقييد بأنه نوم الليل لأنه قال باتت، لعل خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب في الأصل الناس متى ينامون؟ الليل. الليل هو الذي جعله الله سباتا، الأصل الناس تنام، لكن ممكن الناس تنام بغير الليل؟ ممكن، كثير من الناس ينامون القيلولة، كثير من الناس يسهرون إلى الصباح، كثير من الناس خاصة اللي عندهم شفتات في الزام، يعني تلقى أحيانا ينام النهار، أحيانا اللي عملهم دائما بالليل دائما نومهم يكون في النهار. بل هناك بعض أهل العلم يقول لا أعمل ولا أكتب ولا هذا إلا بالليل، ولا أنام إلا في النهار. فالقصد أن ذكر نوم الليل لأن هذا هو الأصل، أين باتت يده، لأن هذا هو الأصل أن الناس ينامون بالليل. قال بنية، يعني تغسل بنية، بنية تطهيرها، بنية تطهيرا. لو غسله ما خطر في باله هذه النية؟ قال لا، لأن المراد هو شيء معنوي، شيء معنوي، مثل قبل قليل إذا توضأت به لطهارة واجبة أو توضأت به بطهارة غير واجبة، هنا قضية معنوية وبتسمية. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن التسمية عند الحنابلة واجبة في الوضوء، فقاسوها على الوضوء فقالوا وجوب التسمية، مع أن الحديث ما فيه نص على التسمية. والأظهر والعلم عند الله في هذه المسألة أنه إذا كان نوم الليل نوم النهار سواء، وأنه يكره ذلك ولا يحرم، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضع يده في الإناء إذا استيقظ من نومه حتى يغسلها ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يكون النهي هنا للكراهة والإرشاد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. طيب،
كمل بس ماشي. وإن شك في كثرته فهو نجس. نعم. هذا النوع الثالث الآن من الماء. قلنا النوع الأول الطهور وقسمه إلى أربعة أقسام، ثم الطاهر، ثم الآن يتكلم عن الماء النجس. قال النجس الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، لأنه نجس فلا يجوز استعماله إلا للضرورة، هذا واضح. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لأن الماء النجس تزيل به نجاسة زادت زاده نجاسة، صحيح؟ فكيف تطهر النجاسة بنجاسة؟ هذا لا يصلح أبدا. إذن هو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. ما وقعت فيه نجاسة، الماء لا يتنجس إلا بثلاثة أمور. الماء لا يحكم عليه بأنه نجس إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور. إذا وقعت فيه نجاسة مؤثرة، وقعت فيه نجاسة مؤثرة، يعني نجاسة الشرط الأول تكون نجاسة، الشرط الثاني تكون واقعة فيه، الشرط الثاني تكون مؤثرة فيه. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لا يحكم عليه بالنجاسة. كيف؟ إذا هذا الماء وقع فيه زعفران، وقعت فيه بطة، وقعت فيه أموال نقود، كل أشياء طاهرة، هذه هل يحكم عليه بالنجاسة؟ لا. إذا لابد أن تكون يكون الشيء الذي وقع إيش؟ نجسا، نجاسة. الأمر الثاني أن تكون النجاسة واقعة فيه، قلنا قبل قليل النجاسة بجانبه لا تؤثر ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، لابد تكون النجاسة أين؟ فيه، واقعة فيه. أما بجانبه بالمجاورة لا ينجس بالمجاورة، وإنما لابد أن تكون النجاسة واقعة فيه. الأمر الثالث أن تكون مؤثرة، يعني أثرت في طعمه أو لونه أو ريحه. البحر الآن فيه نجاسات كثير، مجاري يمدونها على البحر، صح ولا لا؟ في ميتات تموت في البحر، ميتات أوادم وحيوانات وقاعد تموت في البحر. شوف هذه السفن اللي تجيب الغنم وشو اللي يموت يسوون فيه، كثر في البحر. طيب إذن البحر فيه نجاسات كثيرة جدا، لكن لأن البحر كبير زين، فهذه النجاسات إيش؟ غير مؤثرة، غير مؤثرة. الآن عندما تأتي مثلا برميل ماء كبير جدا، طيب، وتضع فيه نقطة بول أو براز أو كذا، هذه نجاسة ولا لا؟ واقعة فيه؟ مؤثرة؟ غير مؤثرة. إذن لابد أن تكون واقعة فيه وأن تكون نجاسة وأن تكون مؤثرة، هذه ثلاثة شروط حتى يحكم على الماء بأنه تنجس الآن بسبب هذه النجاسة التي وقعت فيه وأثرت فيه، هنا يحكم عليه بالنجاسة. المذهب هنا في مسألة تحتاج إلى تفصيل حقيقة، وهي الماء الكثير والماء القليل. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا نص، إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا صار كثيرا ما تؤثر فيه النجاسة، هذا مفهوم، هذا معناه. الماء إذا كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة، هذا المنطوق، هذا إيش المنطوق. لكن مفهومه إيش؟ مفهومه إذا كان أقل من قلتين تؤثر فيه ولا لا؟ أعيد الحديث، يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناها الماء إذا كان قلتين فأكثر ما يتأثر. طيب نفهم إيش مفهومه، إذا كان أقل من قلتين إذن يحمل، هذا يسمونه المفهوم، يسمونه المفهوم. وبناء عليه
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، الماء الكثير والماء القليل. مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق بين الماء الكثير والماء القليل، العبرة عنده بالتغير، هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة واقعة فيه؟ قلنا نعم، قال نجس. قلنا لا، قال ليس بنجس. قليل كثير، قال ما له شغل، ما له شغل، قليل كثير ما له شغل. واضح ولا لا؟ لا يرى حديث القلتين، لا يرى حديث القلتين، العبرة عنده إيش؟ بالتغير، الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة، بغض النظر عن كمية الماء قليلا كان أو كثيرا. هذا مذهب الإمام مالك. بينما مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة لا، يأخذون بحديث القلتين، ولكن اختلفوا في تحديد القلتين. على كل حال، هذا الحديث، حديث القلتين، مفهومه أن الماء إذا كان قليلا فإنه يحمل الخبث ولو لم يؤثر فيه. لذلك لو جئت أنت بماء أقل من قلتين بقليل وضعت فيه نقطة من النجاسة عندهم إيش؟ ينجس. لأن هذا هو مفهوم الحديث. والمسألة مبناها على صحة هذا الحديث أو ضعفه، فمن صحح هذا الحديث أخذ بهذا المفهوم، ومن ضعف هذا الحديث لم يأخذ بالمفهوم، من ضعف هذا الحديث لم يأخذ بالمفهوم، وبالتالي قال العبرة بالتغير، العبرة بالتغير كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن نظر في حديث القلتين وجد أن طرقه كثيرة ومتونه كثيرة، بعض المتون إذا بلغ الماء قلتين، وفي بعض المتون إذا بلغ الماء 3 قلال، وفي بعض المتون إذا بلغ الماء 40 قلة، وفي بعض المتون إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، وفي بعض المتون لم يحمل خبث، في بعض المتون لم ينجس. فبعض أهل العلم قال لا، هذا الحديث مضطرب، غير الأسانيد، جاء موقوفا وجاء مرفوعا، جاء مرسلا وجاء موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، هذا الحديث فيه اضطراب، وحكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب، حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب، وحسنه كثير من أهل العلم. وابن القيم له بحث طيب جدا في هذه المسألة، فصل فيها تفصيلا دقيقا في تعليقه على سنن أبي داود، تهذيب السنن، وخلص بنتيجة أن الحديث يعني لا يثبت، وإن ثبت فدلالة المفهوم ضعيفة ليست كدلالة المنطوق. ثم كذلك اختلوا في القلال، ما هي القلال وكيف، ما هو حجم القلة، اختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا، حجم القلة، بعضهم قال قلال هجر، بعض قال ما يقله الرجل، أي ما يحمله الرجل، ما يستطيع حمله الرجل، هذه هي القلال، وبعضهم قال لا، قلال 3 قلال، بعضهم قال 40 قلة. فالقصد، بعضهم قال إذا حركت أوله لم يتحرك آخره، وبعضهم ذكر العمق، وكل هذا دليل على إيش؟ اضطرابهم في هذه المسألة. وكان الغزالي رحمه الله تعالى يقول ليت مذهبنا مذهب مالك في هذه المسألة لارتحنا، وهي أن العبرة بالتغير، أن العبرة بالتغير بدون النظر إلى كم الماء، هل هو كثير أو قليل، هل بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين، أبدا، وإنما التغير، متغير بنجاسة واقعة فيه نجس، غير متغير سواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع ليس بنجس، وانتهينا. ولا شك أن مذهب الإمام مالك والعلم عند الله تبارك وتعالى يعني أحرى بالصواب وأقرب إليه، وهو الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، خاصة مع القول بضعف هذا الحديث لاضطرابه حديث القلتين، والعلم عند الله جل في علاه. إذن قال المؤلف هنا الثالث نجس يحرم استعماله لا ضر ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. طبعا الماء إذا كان كثيرا ولم تؤثر فيه النجاسة بالاتفاق طاهر طهور، كماء البحر
وبالاتفاق أنه إذا أثرت فيه النجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه نجس. الخلاف في ماذا؟ فيما إذا كان قليلا ولم تؤثر فيه النجاسة، هذا الخلاف. الخلاف إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه، هنا الخلاف. مالك يرى إيش؟ لا ينجس. الجمهور يرون أنه ينجس طالما أنه أقل من قلتين، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، فإذا زال تغيره بنفسه، طيب كيف نطهر الماء الآن؟ عندنا ماء نجس الآن، ماء نجس مثلا على قول من يقول بالقلتين كمثال، عندنا ماء أقل من قلتين، قلة ونصف، قلة ونصف، وقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه، على قول الجمهور إيش؟ ينجس. طيب والحل؟ قال زيد، كثر ماء، اجعل الماء بدل قلة ونصف خلى إيش؟ قلتين ونصف، حط فوقه قلة، فإذا وضعت فوقه قلة إيش صار؟ صار قلتين ونصف. الآن انظر هل النجاسة هذه مؤثرة أو غير مؤثرة؟ قالوا غير مؤثرة، انتهت المشكلة. واضح؟ إذن بإيش؟ بالمكاثرة، بالمكاثرة. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان الماء كثيرا أصلا، إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة أثرت فيه، أثرت في طعمه أو لونه أو ريحه، هذا إيش؟ نجس بالاتفاق ولا لا؟ نعم، هذا ماء نجس بالاتفاق. ماذا نفعل؟ قال شيل النجاسة، شيل النجاسة. إذا كانت النجاسة عبارة عن براز مثلا، شيل البراز وألقه خارج الماء، ويبقى أثر البسيط هذا البراز، خاصة الماء كثير ما يؤثر في طعمه ولا لونه ولا رائحته، خلاص انتهينا. أو مثلا درام ماء، ماء كثير زين، مثل التوانكي، هذا التانكي الماء الذي على السطوح مثلا، لقيت الباب الغطاء مفتوح طايحين فيه 20 حمامة ولا شيء وكلها ميتة فيه، هذه ميتات داخل الماء، طيب أثرت في طعمه أو لونه أو رائحته، فأنت تشيل هالميتات وترميها في الخارج. طيب، ثم بعد ذلك انتظرت مدة مع الهواء مع كذا مع كذا، راحت الريحة وراح الطعم وراح اللون، ما في لون زين، فتحول إلى طاهر. إذن الماء يطهر إما بالنزح، تشيل منه اللي فيه النجاسة أو تشيل النجاسة نفسها، أو بالإضافة المكاثرة، تكثر هذا الماء فحتى يعني، أو بالتحول أن يتحمل المدة، وهذا يأخذ إيش؟ مدة طويلة، بحيث أن تروح رائحة النجاسة، خلاص ماتت النجاسة، ذابت النجاسة، مثل الخبرة اللي بالشارع خارج البيوت، هذه الخبرات هذه نجاسة الآن ميتة، إحنا ما قلنا ميتة قريبة منه، لا الآن نقول ميتة إيش؟ فيه، في وسطه. طيب، وأثرت في الطعم أو اللون أو الرائحة، ماذا نقول عن هذا الماء؟ نجس. طيب، خليناه مدة، بعد مدة هذه الميتة راحت خلاص، أكلتها الطيور، أكلتها حيوانات الصغيرة، السماك الصغيرة اللي في المستنقع أو ما شابه ذلك، المهم بعد مدة ولا الميتة ما هي موجودة زين، والرائحة، رائحة الميتة غير موجودة، وكذلك الطعم، استطعمنا الماء والطعم زين ما في شيء، يجوز شربه، يكون طهورا، يرجع طهورا. إذن يرجع طهورا، وهذا تطهير الماء. نعم. قال من اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. نعم. يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. نعم. وإن شك في كثرته فهو نجس، إن شك في كثرة الماء أو قلته فيعمل بالاحتياط، يعني أنا ما أدري هذا وصل قلتين من قلال هجر أو لم يصل قلتين، يقول إيش؟ اعمل بالاحتياط، هو إيش؟ لم يصل إلى قلتين، فتعتبره نجسا. وإذا قلنا حديث القلتين ضعيف، الأمر واضح إن شاء الله تعالى. طيب، إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، يعني الآن أنت خاصة الآن طلعت بر الآن، طيب طلعت في البر، أنت كنت غايب ما حضرت، والشباب موجودين وحضروا، وأنت رحت لحالك مثلا ولا معك أحد، فقال لك فلان، قال نعم،
قال ترى في سطلين، واحد نجس وواحد طاهر، أيه النجس أيه الطاهر ما ندري والله نسينا. شوف اللي على يمينك اللي على يسارك اللي مضيعه. جاء الآن يبي يتوضأ، عنده سطل وسطل، واحد نجس واحد طاهر، فما ويقينا واحد نجس واحد طاهر يقينا، لكن هو الآن ما يدري أيه النجس وأيه الطاهر. قال خلاص احتمال توضأ من هذا ويكون هو النجس، احتمال توضأ من هذا يكون هو النجس، واضح ولا احتمال هذا احتمال نجس احتمال هذا نجس. طيب شو اسوي؟ قال خلاص تيمم، تيمم، اعتبر ان ما عندك ماء، اعتبر ان ما عندك ماء. بعض اهل العلم قال لا يتحرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى، يعني اول شيء التحري. طيب كيف يتحرى؟ ذوق الماء، شمه، واضح ولا لا؟ انظر فيه، فإذا استطعت أن تتوصل من خلال الطعم أو النظر أو الشم إلى الماء النجس من الماء الطاهر انتهينا خلاص حكمت. هذا ريحته مبين، من ريحته مبين من كذا. عالم يقول لا لا تتحرى خلاص، واحد نجس واحد طاهر لا تتحرى إلا لك المتيقن، واضح؟ والصحيح التحري، الصحيح التحري، نتحرى أيهما النجس أيهما الطاهر، ثم بعد ذلك نبني على ما غلبت الظن أن هذا هو الطاهر ونتوضأ منه. إيش رأيك توضأ من الاثنين؟ اسمي بالنهاية توضأت بطاهر، إيش الرأي؟ ها؟ أي توضأ بهذا وبهذا، في النهاية توضأت بطاهر. مشكلة. أي يعني هذه تكون لو توضأت بالنجس وبعده بالطاهر نعم، لكن لو توضيت بالطاهر وبعده خربت، صحيح؟ نعم. فالظاهر والعلم عند الله أنه يتحرى، يتحرى إن وصل بتحريه إلى نتيجة. طيب ما وصل إلى نتيجة هنا، نعم يترك الاثنين ويبحث عن ثالث أو يتيمم، نعم، ولا يتوضأ بماء نجس أبدا. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراق، يعني ما يحتاج أن يريق، أن هذا غير مأمور أن الإنسان يريق الماء النجس. قال ويلزم من علم من جاس إعلام من أراد أن يستعمله، يعني أنت تدري أن هذا الماء نجس، واحد جاي من بعيد بيشرب من هذا الماء أو يتوضأ من هذا الماء، يجب أن تعلمه. هذا من باب النصح لكل مسلم، من باب النصح للمسلم أنك إذا رأيته يريد أن يتوضأ من ماء النجس أو يشرب من ماء النجس أن تنبهه إلى هذا. كم الوقت الآن؟ كم الساعة؟ 28 تجاوزنا الوقت إذن. طيب نقف هنا، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.